أنا بقول لكل أم موجودة هنا، كل أم في مصر، كل أم في العالم العربي، كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي بتعطي بدون مقابل، كل سنة وانتي همك بس هم ولادك. كل سنة وأم شهيد فخورة وسعيدة بأنها قدمت للوطن لمصر ابنها علشان احنا نعيش وعشان البلد تقف على رجليها. بقول لكم ان الام دي رمز كبير قوي، وزي ما قالت الاستاذة رجاء ان الشباب مش عايزين نقول، او زي ما بنسمع ان في جحود ناحية الامهات والابهات، لا عايزين نبقى كلنا في ظهر امهاتنا وابهاتنا، وربنا وصانا عليهم وقال لنا لازم تبقوا واقفين جنبهم، ولما يكبروا لازم تحتضنوهم وتاخدوهم معاكم. ده ربنا هو اللي وصى بكده، مش ان احنا يعني نرميهم في دار مسنين الا اذا كانت الظروف بتضطرهم انهم يودوهم دار مسنين، بس اروح لهم وبرضو يعني ابشرهم وحن عليهم واعطف عليهم وراعيهم لو هم لم يتمكنوا انهم يبقى جوه بيوتهم. وعايزه اقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الام مهنتها الاساسيه انها تبقى ام، يعني المهنه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للمرأة هي أن تكون أم، لأن بالأم هي كل حاجة بتبقى جميلة، لأن هي اللي بترعى الأسرة وهي اللي بتبقى سعيدة. لما هي بتبقى سعيدة أولادها سعادة، لما بتعرف تربيهم كويس بتطلع نشأ كويس يخدم الوطن. فإذا كانت الأم ربنا المرأة ربنا خلقها علشان تبقى أم، يبقى لازم يبقى لها العيد بتاع النهاردة. وأقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين، وكل أم شهيد وهي فخورة إنها قدمت لمصر فلزة كبدة. علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة، مال الربيع اركانها بمليون الف وردة. علشانك النهاردة الدنيا كانت بعيدة، مال الربيع اركانها بمليون الف وردة. علشانك والكون بقى جوا بيتك، وانا قبل الكل كمان أم. أم ربت ووقفت، ممكن تكون بعدت عن الساحة، بعدت عن شغلها، بعدت عن نجاحاتها علشان تقف جنب زوجها وعشان تقف جنب ولادها، تقدم لنا سيناريست شاطر مبدع، تقدم لنا فنانة جميلة بنحبها وبنقدرها، وأيضا أصبحت إعلامية جريئة وجميلة، علشان تقف تساند فنان كبير لتاريخه في وقت أزمته وقت تعبه، تكون هي السند وهي الأم وهي الزوجة وهي الابنة وهي الأخت. الفنانة شهيرة، وتكريمك النهاردة في عيد الأم كأم مثالية وزوجة مثالية، كان ليكي دور كبير في أن أسرتك، دايما بيقولوا أن الوسط الفني اتنين فنانين ما بيناموش على مخدة، أو دايما حياة الفنانين الأسرية بتبقى مش مظبوطة عشان الفنانة بتبقى في الاستوديو مش واخدة بالها من الأسرة، تنتهي بطلاق. ولكن ما بنضرب مثل بأسرة فنية مكملة على مدار العمر، دايما نقول محمود ياسين وشهيرة. ميرسي يا بوسي قوي على التقديمة الجميلة دي، وهو
ولا شك ان ان بالنسبه بقى ان النهارده عيد الام، ان الام هي عليها المعول الكبير للاسره، ان هي تحافظ عليها علشان تدوم وتستمر. والمراه هي في العموم نبع الحب ونبع الحنان، ويعني لازم ما كانتش المراه هتتمتع اصلا بالمواصفات دي ما اعتقدش، والتضحية كمان وإنكار الذات وكده، كل الحاجات دي بتخلي عمر الزواج بيطول. فأنا بس بأشير للنقطة اللي انت يعني قلتيها دلوقتي، والحمد لله وربنا يديمها نعمة. يعني يعني قدامك نماذج كتير للأمومة، أمهات أبنائهم فقلهم حجر حطوهم في الدار وما بيسألوش عنهم بالسنين، وأم قدمت ابنها هدية للبلد كشهيد، وأمهات فن حافظت على الرسالة اللي بتقدمها في الفن، وأيضا حافظت على أسرتها وكيانها، وكانت من الأسر الناجحة في مسيرتها. تحبي تتكلمي عن مين الأول؟ عايزة أتكلم الأول على أم الشهيد. أم الشهيد دي أم يعني استثنائية، أم عظيمة، قدمت فلسة كبدها للوطن، علشان إحنا النهاردة يعني نبقى قاعدين القعدة دي. فلازم الأم الشهيد دي كلنا لازم نحطها فوق دماغنا من فوق، لأنها ست قدمت ابنها بكل حب وبكل فخر فداء للوطن علشان مصر تعيش، قدمت ابنها علشان البلد دي تستمر وتقف على رجليها. وتلاقي ان يعني من الحاجات اللي كانت تخليني ابكي يا بوسي، مش ان انا اشوف ام الشهيد يوم وفاته وتشيع جنازته واقفه بتعيط، لا انا كان يقتلني الام اللي واقفه الزغرة بتزفه دي، مش عارفه مش قادره اقول لك، دي كانت بتقتلني انا ما ببقى كان يعني لا يعني حاجه الحقيقه انا افتخر بالام المصريه والام العربيه اللي بتزغرد فرحا انها بتزف ابنها الى الجنه. فتحيه النهارده لكل ام شهيد وقفت وما زالت لحد دلوقتي، حتى اللي بقالهم مدة يعني كذا سنة شهداء، إلا إنها لحد النهاردة بتحس إن هي فخورة وسعيدة بتفتخر إنها تقول إن أنا أم الشهيد. يعني طبعا الابن العاق تقولي له إيه بقى النهاردة في عيد الأم؟ إزاي تحسي؟ انا يعني عمرنا انا كنا زمان لما نسافر بره ونلاقي ان الامهات قاعدين في جمعيات او بتاع، نقول ايه ده، ايه الناس دي قلبها جابت كده، الاجانب دول ازاي، ايه ده ما عندهمش قلب لاهليهم. ما كانش عندنا ده في مصر زمان، كانت الام او الجده او التيتا او كده العيال والاحفاد وكل فرحانين بيها، بركه البيت ده حقيقي. الكل بيخدمها وتحت رجلها، تلاقي ولادك قاعدين بيخدموها قبلك امك. صحيح. دلوقتي بقت الدار بقى دار المسنين مليء. ازاي وصلنا لكده احنا المصريين؟ ازاي يا بوسي؟ حاجه تحزن فعلا، يعني لما الواحد يزور اي دار من المسنين والام تبكي، والواحد يسالها بقالك قد ايه ما شفتيش مثلا ابنك او كذا، تقول والله جه هنا رماني اول سنه بقى يجيلي بعد كده ما اعرفش عنه حاجه، وتعيط وتبكي بحرقه، شيء يعني لا يعني، مع ان يعني ربنا سبحانه وتعالى وصانا على الامهات اللي بتوصل لسن كبير، يعني قال لنا ان دول لازم يبقوا في رعايتكم وتحت حمايتكم، يعني مش ان احنا ناخدهم ونحطهم في دار مسنين، الا اذا
كان لظروف خاصة جدا جدا للولاد مش قادرين يعني يبقوا يقدروا يرعوا أمهم في داخل بيوتهم، ممكن يحطوها في دار مسنين لكن يرعوهم كده يرعوهم رايحين جايين عليهم يشوفوهم مبسوطين كونوا أصدقاء كونوا صحبة هم سعدة رايحين جايين عليهم يطمنوا عليهم مش كده يلوموا يسيبوهم كده. طبعا مش كل الناس بتعمل كده لكن للأسف زي ما انت بتقولي كتروا قوي قوي وبقت النسبة عالية. كان زمان في نسبة في عندها جحود وقلبها زي الحجر وما عندهمش مشاعر، لكن في ناس في المقابل عكس كده دلوقتي مع الأسف مع الأسف. يعني أنا بناشد الشباب وبناشد الشابات إن أنتوا تخلي بالكم من أمهاتكم، أمهاتكم دول اللي سهروا على راحتكم، ولما كنتوا بتعيوا ولا حرارتكم بتعلى شوية بنقعد طول الليل نعمل الكمادات ونبقى خايفين وقلبنا ملوف في ملجأ وما ننامش مثلا سهروا. يعني ما يبقاش رد الجميل كده يعني الام اللي بترمي في ملجا يكون رد جميلها انها تكون في دار مسنين، لكن الام ربت وسهرت وقدمت وهو ده الاصل ان الام هي بتربي ما بترميش لا في ملجا وعشان كده الجنه تحت اقدامها بالظبط. الاصل ان هي بتضحي وبتربي وبتضحي بنفسها وانكار ذات. يعني دايما هادي يقول لك ايه فلان بيحب فلان علشان كذا لكن الام بتحب مش منتظره مش منتظره مقابل لان دي فطره ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان. فيا رب علاقتك بامك كانت شكلها ايه؟ والله انا علاقتي بامي كانت هي اصلها كانت مدلعاني قوي وانا كنت طبعا مدلعه طبعا يعني اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يعني حرام عليك فانا كنت يعني بصراحه امي كانت بتدلعني قوي وكانت حنونه. واللي بقول لك عليه ده لو مثلا اي حد انا او اخواتي حصل له اي سوء لا قدر الله بتبقى حالتها صعبة. بتبقى يعني أنا فاكرة أنك دايما تقول إن أنا كنت عيت عيا جامد كده وكانت تقعد تناشد ربنا بالليل وتقول له يا رب معجزة من عندك يا رب اشفي لي بنتي بدموعها. لا يعني الام ام مع كلنا يعني الام بالمواصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عليها هتلاقيها زي امك وامي وام اي حد. لكن في يعني ما اقدرش انكر في حالات شاذه برضو من الامهات بس دي نادره. لكن اللي بقت زايده قوي عن اللزوم للاسف جحود الاولاد. رانيا معاكي زي ما كنت مع امك؟ بصي هي رانيا بطبيعتها عاطفيه وحنونه ومؤدبه يعني ما تقدرش تزعلني بتخاف على زعلي بتحب دايما تطمن عليا تدلعني. هو بصي رانيا اصلها صاحبتي اكتر من هي بنتي يعني في صداقه وطبعا حريصة عليا طبعا جدا جدا وانا بالتالي بعشق عيالها طبعا بعشقهم. هم بيعاملوكي زي ما يعني مرانيا مثلا كانت بتعامل مامتك حاسة ان في حنان ولا الجيل الجديد طالع نافر؟ لا انا يعني انا فاهمه اللي حاصل اللي بيحصل دلوقتي دلوقتي بس زي ما تقولي الولاد زي ما شافوا بيتعلموا بتعمل ايه مع جدتهم وكانت علاقتي ايه بامي عشان انا امي قعدت معايا فتره وانا متجوزه يعني جت تشيل عني بقى انا بشتغل وبنزل وبتاع هسيب الولاد مع مين فكانت ودلوقتي بيحصل ده رانيا بتنزل التصوير وهم بيقعدوا معاكي فهم كانوا شايفين الحب والحنان والاهتمام يعني الكيرنج الاهتمام قوي اللي زياده عن اللزوم فهم شايف اللي شافوه بينفذوه دلوقتي معايا. يعني بتلعبي دور الام دلوقتي مع محمود ياسين النجم العظيم الكبير الاستاذ؟ بصي انا مش دلوقتي انا طول عمري بلعب دور الام معاه.
ممكن يكون زاد شوية الدور، لكن انا طول عمري يعني ايه بلعب معاه الدور ده بصراحه، وهو يعني بيبقى مبسوط يعني بيه. ساعات كنت اقول له انت هتسوق فيها اولاد، هو انت فاكرني خلاص ان مامتك مراتك يعني. لا ما تسوقش فيها يعني، يتدلع اكتر يبقى ليه طلبات. هو دايما الزوج بيشوف زوجته هي امه بالظبط، او هي صوره من امه، وهو دايما بيبحث لما بيجي بيختار الزوجة انها يكون فيها حاجة من امه. ده حقيقي. لا واصلا الزوجة لازم تبقى ام لزوجها. لازم لازم مشاعر الامومة دي هو يحس بيها. هي مش مشاعر الامومة زي الام طبعا، مش هبقى زي ام، لكن حنان الام، اهتمام الام، حب الام بما بلا مقابل. مفيش ند، لا مفيش يعني تضحيه، ممكن تضحي من عشانه مره بالزبط. ما تبقاش واقفه له بالند بالند يعني. بالظبط. لا انا ضحيت كتير. انا عارفه. مش مره. وعشان كده حياتك استمرت. طبعا. قولنا سر الخلطه ان الحمد لله نمسك الخشب، حياه واسره شهيره ومحمود ياسين، او محمود ياسين وشهيره، مستمره لحد لغايه دلوقتي دون ان احنا نشوف كلام وحاجات في الجرايد وخلافات وطلاقات وزوجات وقصص حب وغراميات والحاجات دي. كانت دايما الاسره هي صوره حلوه دايما بتطلع للمجتمع. بصي، هو طبعا الزوجة يعني عليها الحمل الكبير، لكن لازم يكون اللي بيشاركها الحياة ليه دور في إنجاح الحياة دي. يعني هي مش ممكن الزوجة هتنجح الحياة لوحدها، مستحيل، ايد لوحدها ما تسقفش. لا وخصوصا لما تبقى حياة مشتركة واتنين بقى فنانين زي بعض وبتاع، هو ممكن ينزل الشغل وانا انزل مرة، انا مثلا اتأخر في الشغل ما يعمل ليش مشكلة ويضايقني، ينكد عليا، لا دايما كان باكنج ليا، يلاقيني تعبانة يقول لي معلش ما انت بقى دي بقى شغلات، ما دي اللي انت بتحبيها، الحاجة اللي بتحبيها استحملي، مش يعني يضايقني فيه. بالعكس يقول لك انت اتاخرت في الشغل ده عادي مش لا كان محمود الحقيقه كان باكنج ليا، وكان عارف ان انا بحب مهنتي قوي قوي، ويقول لي ده انت دارسه التمثيل عشان تشتغلي شويه، استحملي لما يلاقيني مثلا مرهقه من الشغل او مخنوقه شويه لاي سبب من الاسباب مش لا محمود بصراحه كان في ظهري، فعشان كده وانا طبعا نفس الشيء. فلذلك بقول لك لازم الاثنين يتعاونوا لانجاح الحياه. المراه عليها الحمل الاكبر، لكن لابد ان الزوج بيشارك بنسبه برضو كبيره عشان الحياه تستمر. مين الام اللي تختاريها النهارده تعيدي عليها على الهوى من الوسط الفني، او واحده حاسه ان هي لازم نعيد عليها النهارده؟ والله ما اقدرش اقول لك في واحده بعينها الحقيقه. انا عايزه اقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين، لان الام كما ارادها الله سبحانه وتعالى بتستحق النهارده ان احنا نعيد عليها ونقول لها كل سنه وانت طيب. ما عنديش حد معين يعني اعيد عليه النهارده. انما بتبقي حريصه تعيدي على مين في عيد الام؟ ترفعي السماعه تكلمي مين؟ والله انا ببقى حريصه ان انا اعيد على اللي اصلا مش ام. زي مين؟ تكلميني انا بقى. انت عايزه عليا بكره بقى يا شوشو. حبيبتي انت يا بوسي، انت ام للجميع بروحك طبعا. بروحك وعطائك وحبك. انا بحس فعلا ان انا امكم كلكم. أيوة والله مقابل. عندي عطاء ليكم كلكم. يعني انت اصغر مننا سنه، لكن احنا بنحس بحبك واحتوائك للجميع، ان انت فعلا عندك مشاعر الامومه. طب ايه رايك انا وانت النهارده نعيد على سهير رمزي حبيبه قلبنا؟ وانا كنت هقول لك ان انا يعني انا كان قصدي عليها هي يعني اصلا مش ام برضو، سهير رمزي صديقتنا احنا الاثنين، عندها مشاعر الام دي. في 35 قطه
كفايه ال 35 قطه اللي بت يا سوري لسه بقول لها يا حبيبتي تعبتي انت مع اولادك الخمسه لا بتعاملهم كما لو كان ولادها بجد يعني احنا حتى ما هو ده حنين واثقين عليها لانها بتتعب جدا جدا عشان تاكل وتراعي وتحن وتطبطب على ال 35 قطه اللي عندها لكن عندها عطاء وحب جارف كبير يعني اكيد حقيقه يعني سهير رمزي كل سنه وانت طيبه انت طبعا مش امنا لكن احنا عشان انا وانت مشتركين احنا ما عندناش ولاد فاحنا بنعيد عليكي وشوشو بتعيد عليكي وبنقول لك احنا امهاتك احنا مش ولادك احنا امهاتك يا سو لا انت امي يا سو ماليش دعوه انا مامتك يا سو انا مامتك يا سو كل سنه وانت طيبه وكل عيد ام وانت بخير وربنا يخلي لك الولاد ويخليكي ليهم ويخلي لنا العظيم الهرم الكبير محمود ياسين يا رب ميرسي يا ابو سيرا كل سنه وانت طيبه الف مبروك التكريم الله يخليك يا حبيبتي ميرسي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا ابو ست دي امي شقيانه طول عمرها ما شالتش غيرها